ويعود إلينا مرة أخرى الناشط المدني أحمد الوشاح. أهلا بك معنا مرة أخرى. إذا عام كما قلنا مر على مجزرة السنك، لا المجني عليه أنصف ولا الجاني قد أخذ منه القصاص. سألتك إلى أي مدى وإلى متى سيبقى المتظاهرون اللقمة السائغة لسلاح الميليشيات؟ مساء الخير عليكم وعلى جمهور قناتكم. حقيقة مرت سنة على مجزرة الناصرية، قبل 10 أيام أو 8 أيام مرت سنة عند ما ننتظر احنا محاسبة قتلة المتظاهرين في مجزرة الحبوبي، ترجع ميليشيا سرايا السلام تقتل 7 متظاهرين، وكذلك اليوم مرت سنة على مجزرة السنك. الأيام اللي ما راح نقدر ننساها بحياتنا، ليلة من أصعب الليالي أنا كنت شاهد على هذه الجريمة، من أصعب الليالي اللي ممكن تحدث حدثت بالثورة. مدة 9 ساعات اجت سيارات ميليشياوية، قوة ميليشياوية مركزها على صدر القناة، عبرت عشرات الكيلومترات، أكثر من 30 كيلومتر، اجتازت 9 حواجز عسكرية، شرطة وجيش، حتى وصلت إلى منطقة الخلاني وقراج السنك وجسر السنك. استمرت 9 ساعات تقتل وتغتصب وتطعن وترمي شباب من طوابق قراج السنك امام انظار. وكان حينها يعني احمد قد اشيع بان مركبات او يعني قسم من ما اصطلح عليه لاحقا القبعات الزرق او سرايا السلام هم من وقف بالضد من هذه الهجمه، قبل ان يعني يصبح الامر بخلاف ذلك ويحدث ما اشيع بانه او ما اصطلح عليه بانه الانقلاب من قبل سرايا السلام، هل هذا دقيق؟ ماكو اي واحد وقف، اي جهه اي قوه وقفت وقفت اجرام الميليشيات اللي اقتحمت، ماكو لا سرايا السلام ولا اي شيء. سرايا السلام كانوا موجودين وكان لديهم سلاح، وكانت سياراتهم تستعرض داخل ساحة التحرير بسلاح، لكن لم يتدخلوا أبدا. القوة اللي كانت ماسكة، قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي وللشرطة العراقية والاتحادية، كانت ماسكة منطقة الجيلاني ومنطقة الخلاني وقريب مسوية حزام قريبة على هاي المناطق. بهاي الليلة القوات انسحبت وطفوا الكهرباء، طفوا كاميرات المراقبة، حتى يعني اكو تواطئ. هذا يدل على انه اكو تواطئ عندما تجي قوة تقطع مسافة اكثر من 30 متر وتمر على اكثر من 9 حواجز عسكرية وتنسحب بنفس الليلة هاي، تنسحب القوات وتنطفي الكهرباء. هنا اكو تواطؤ من القوات الامنيه مع هذه الميليشيات. وأشيع كثير من الاحاديث في وقتها احمد عن مسؤوليه ربما تواطؤ من قبل وزاره الكهرباء، ورغم نفي وزير الكهرباء السابق الخطيب لؤي الخطيب عن مسؤوليته وقضيه قطع الكهرباء. عموما شكلت لجان تحقيقيه بعد ذلك كما شكلت من قبلها ومن بعدها، كيف تنظرون الى الموضوع برمته قضيه اللجان التحقيقيه المشكله بهذا الخطيب؟ حقيقة أي لجنة تحقيقية بعد تجربة من 2003 وإلى الآن، وبعد تجربتنا إحنا كمتظاهرين من 2011 إلى 2020 ومقبلين على 21، أي لجنة تشكلت في أي ملف فساد، في أي قتل، في أي جريمة سفكت اتجاه المتظاهرين، لا ماكو لجان تشكل لإخفاء الجرائم، للتستر على الجرائم، لامتصاص غضب الشارع. اليوم احنا تحولنا كمتظاهرين، تحولنا من مطالبنا إلى الحكومة العراقية. اليوم احنا نطالب من المجتمع الدولي لا يتنصر عن مسؤوليته عندما جاب حكومة بعد 2003 وأحزاب بعد 2003. اليوم هاي الأحزاب وهاي الحكومة وهاي العملية اللي اجت بعد 2003 جاي تقوم بإبادة جماعية للشعب العراقي. اليوم احنا كناشطين كمتظاهرين نقتل كل يوم، القوات الأمنية تلاحقنا، القضاء يصدر أوامر إلقاء القبض كيدية بحقنا، سلاح الميليشيات يقتلنا، ماكو ما
يعني ما نعرف شنو اللي نسوي. مستمسكاتنا ماخذينه كل يوم يدخلون يروحون عوائلنا وكل يوم يدخلون على 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 بيوتنا ويهددون عوائلنا. احنا الان مشردين لا, لا, لا كل يوم يقتحمون الساحات. فمناشدة الى مجلس الامن الدولي والى الضمير العالمي باسم الإنسانية, انقذوا الشعب العراقي, ونطالب كذلك بإقالة جنين بلسقاط وتغيير البعثة, بعثة الأمم المتحدة في العراق, لأنها بعثة متواطئة مع الحكومة العراقية. من بغداد الناشط المدني أحمد الوشاح, شكرا جزيلا لوجودك معنا.